كثير مروا على الهلال، يعني كان بعضهم خارج الرياض، يعني فترة من فترات كان الأمير بندر في جدة والشيل في الشرقية، فترة من فترات كان الأمير سعود بن تركي لا ما يعني من خارج المملكة يدير الهلال، فترة من فترات جاء ناس من خارج الوسط الرياضي وحققوا نجاحات كبيرة، منهم الأمير عبد الله محمد بن فيصل ثم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، إنه جو فجأة دخلوا الوسط الرياضي بدون ما يكونون قريبين منه ونجحوا في تحقيق. ليش؟ لأنه فيه بيئة واضحة، في فكر معين، في رصيد من التاريخ ومن السياسة ومن الإنجازات، وفي الحقيقة جماهيرية عظيمة وتوجه هذا العمل وتدعمه وتحفزه، وبالتالي أن 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 يعني تعطي توقع لمستقبل الهلال في ظل هذا الدخل وفي ظل هذا الفكر اللي يقود الهلال وفي ظل التوجه الجديد في قيادة الإدارة الهلالية بقيادة الكابتن سامي الجابر. أنا أعتقد أنه سيستمر الهلال وقادر أن يحقق الكثير من البطولات في ظل يعني المعطيات اللي تكلمنا عنها هذه. البيئة الاستثمارية داخل الأندية وعلى سبيل المثال الهلال أحدها أصبحت أفضل مما كانت عليه سابقا أبو يزيد؟ هو شوف احنا تحدثنا كثير، تحدثنا كثير قلنا أنه الـ 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 الأندية لم تجذب الاستثمارات، إنما الاستثمارات هي من جاءت إلى الأندية. الوسط الرياضي أصبح جاذب، في تنافس، في حضور جماهيري، في منافسة، في متابعة، في تغطية، وبالتالي يعني في كثير من الأحيان العقود جت بدون جهد كبير من الأندية، خصوصا الأندية الكبيرة. ولذلك نحتاج إلى أن يكون عندنا إدارات استثمار، نحتاج إلى عندنا يكون عندنا رؤية في جلب الاستثمارات، نحتاج إلى أن يكون في يعني أنظمة واضحة تشجع المستثمر أن يعني يتقدم ويرعى الأندية أو يعني لو تراجعنا لبعض المباريات الدولية الودية اللي لعبت، على سبيل المثال مباراة الهلال وبايرن ميونخ، يعني في ظرف يمكن نص ساعة دخل احد اعضاء احد التجار وشرى، دفع 1.5 مليون قيمة هذه وشرى الاعلان حق المباراة، حتى انهم ذهلوا الرعاة والشريك اللي جابهم اللي هو الفلوكس واجن اللي هو طبعا شريك بايرن ميونخ. انا كنت احد اطراف اللي حاضرين القصة من بدايتها لنهايتها، في ظرف يعني ساعة واحدة بيعت كل المباراة تذاكرها وكل شيء. فانت عندك متابعة، عندك حضور، عندك قدرة مادية، ولكن نحتاج إلى عمل. اليوم لما نشوف بطولة المصارعة والاهتمام الكبير، يعني في كثير من الدول تعمل كثير من النشاطات ولكن لا تستطيع في توفير البيئة والمناخ الموجود عندنا. يعني أنت شاهدت الآن كيف الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره، أنا أعتقد أنه حيكون أكبر حضور خارج أمريكا وأكبر حضور ممكن يعني يحظى فيه مصارعين بشكل ينافس كرة القدم. صحيح. وهذا الأمر لم يكن يتحقق لولا أنه إحنا عندنا بيئة حاضرة وعندنا توجه لجذب مثل الرياضات هذه، وفي نفس الوقت أنه إعطاء صورة أخرى عن المملكة العربية السعودية. شاهدنا بطولات سيارات، شاهدنا يعني يمكن أنا قلت أكثر من مرة أنه المجتمع السعودي لا زال يفاجئ ويصدم كثير من المتعصبين في قدرته على الاستيعاب وعلى المرونة وعلى التجاوب مع حفلات ترفيه، مع نشاطات اجتماعية، مع مناسبات اجتماعية، مع مناسبات رياضية، مع كثير من التغيرات اللي حصلت في الفترة الأخيرة ذي، احنا قاعدين نتلائم ونتوافق معها بشكل يؤكد انه كل ما يعمل في الفترة الحالية هو بالفعل تأخر كثير، وأنه إحنا بدأنا بالفعل نضع أقدامنا على الطريق الصحيح. طيب.